الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، مرحبا أستاذ لقمان، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. قال رحمه الله تعالى: باب مرفوعات الأسماء. أستاذ لقمان، لو تجلس هنا، هذا المكان بارد. قال: باب مرفوعات الأسماء، أي باب المرفوعات من الأسماء. قال: المرفوعات سبعة، بعضهم أورد على المصنف رحمه الله أن المرفوعات أكثر من سبعة، فقال مثلا: من المرفوعات اسم كاد وأخواتها، كاد المطر أن ينزل، واضح. ومن المرفوعات التي لم يذكرها خبر لا النافية للجنس، لا حول ولا قوة إلا بالله، الخبر موجود أو حاصل، صح؟ إذن لماذا قال سبعة؟ أجيب عن ذلك بأن اسم كاد داخل في كان وأخواتها، وأن خبر لا النافية للجنس داخل في إن وأخواتها، واضح؟ قال هنا، طبعا في إيرادات أخرى وجوابات أخرى، لكن نكتفي. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل. السؤال: لماذا أولا بدأ بالمرفوعات؟ لأن الرفع أشرف من النصب ومن الخفض. طيب لماذا بدأ بالفاعل لم يبدأ بالمبتدأ؟ بدأ بالفاعل لأن عامل الرفع في الفاعل لفظي وهو الفعل، وأما عامل الرفع في المبتدأ معنوي وهو الابتداء، فقدم ما كان عامله لفظيا على ما كان عامله معنويا، تمام؟ فقال رحمه الله تعالى: المرفوعات سبعة وهي الفاعل، نحو: جاء زيد، والفتى، والقاضي، وغلامي. أتى بأربعة أمثلة. جاء زيد مثال لما علامة رفعه ظاهرة، والفتى مثال لما علامة رفعه مقدرة للتعذر، والقاضي مثال لما علامة رفعه مقدرة للثقل، وغلامي مثال لما علامة رفعه مقدرة للمناسبة. قال: والمفعول الذي لم يسمى فاعله، هذا الثاني، وهذا المفعول الذي لم يسمى فاعله يسمى اليوم نائب الفاعل، وتسميته بنائب الفاعل أدق من تسميته بالمفعول الذي لم يسمى فاعله، والسبب أنه قد يكون نائب الفاعل ليس مفعولا، بل قد يكون شبه جملة أو ظرفا، واضح ولا لا؟ جلس أمامك، جلس أمامك، شبه الجملة أمامك في محل رفع نائب فاعل، أين مفعول؟ ما في مفعول، ولذلك التعبير بنائب الفاعل أدق من التعبير بقولك مفعول، لأنك عندما تقول مفعول كأن نائب الفاعل لا يكون إلا مفعولا، لا يكون غيره، واضح؟ فقال هنا: نحو: ضرب زيد ويضرب عمرو، أتى بمثال للماضي وبمثال للمضارع. قال: والمبتدأ وخبره، نحو: زيد والفتى والقاضي وغلامي قائمون، واسم كان وأخواتها، وإنما جعلت النسبة إلى كان لأن فيها من الخصائص ما ليس في أخواتها، فلا يقال مثلا
اسم صار وأخواتها، اسم أصبح وأخواتها، يؤتى بكانا لأن عندها خصائص ليست في بقية أخواتها، وهي ترفع الأول وتنصب الثاني. ترفع كانا مبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر، ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال برح فتئ وانفك، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة. تمام. قال هنا نحو كان زيد قائما وخبر إن وأخواتها، نحو إن زيدا قائم وأخواتها، ما ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى في قوله لإن أن ليت لكن لعل، كأن عكس ما لكان من عمل، كأن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضعني. قال هنا ذو ضعني. قال والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء، النعت نحو جاء زيد الفاضل، والعطف نحو جاء زيد وعمر، والتوكيد نحو جاء زيد نفسه، والبدل نحو جاء زيد أخوك. وهذه كلها مذكورة هنا إجمالا على سبيل التعداد، وسيذكر كل واحد منها في باب مفصلة، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال باب الفاعل، أي هذا باب الفاعل أو باب الفاعل هذا محله. قال الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. تمام. الفاعل الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. عندك ثلاثة قيود، فلما أقول الاسم هذا قيد، المرفوع المذكور، أو نقول الاسم هذا بلغة أهل المنطق هذا جنس، ثم بعد ذلك يأتي الفصل، ها؟ لكن الصلاح دارج أو بلغة سهلة عندنا ثلاثة قيود. تمام. فالاسم أخرج الفعل والحرف، المرفوع أخرج المنصوب والمجرور، المذكور قبله فعله أخرج المبتدأ. فإن المبتدأ مرفوع، اسم مرفوع لكن لا يذكر قبله فعله، صح ولا لا؟ جيد. هذا ما يخرج بالتعريف، لكن انتبه معي وهذا سهل بالنسبة لكم، وما سيأتي أيضا سهل، لا تظن مفهوم مخالفة أو غير مراد. تمام. الاسم هنا يشمل الصريح والمؤول. الصريح كقولك مثلا ذهب زيد، وقول والمؤول كقولك أعجبني أن تجتهد، فإن أن وما دخلت عليه مصدر مؤول في محل رفع فاعل أعجبني، أعجبني اجتهادك، إذن هذا فاعل، واضح؟ وعندما أقول لك المرفوع يشمل المرفوع لفظا والمرفوع محلا، فقولك ذهب زيد هذا مرفوع لفظا، مرفوع محلا كقولك أو كقوله عز وجل ما جاءنا من بشير ولا نذير، فإن بشير مجرور لفظا بحرف الجر وهو من، وهو الذي يعبر عنه بقولهم زائد مع اعتقادنا ليس في القرآن شيء زائد. تمام. لكنه مرفوع محلا فهو في المحل فاعل،
فنقول عنه بشير مجرور بحرف الجر، تمام، أي لفظا في محل رفع. أحسنتم، في محل رفع. الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، قولنا فعله أي وما يشبه الفعل. وما يشبه الفعل مثل ماذا؟ مثل اسم الفاعل. أهلا وسهلا أستاذ سلطان، كيف حالك؟ كيف صحة بخير؟ تفضل استرح. اسم الفاعل والصفة المشبهة، فإن قولك مثلا أو في القرآن الكريم ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فإن قلبه فاعل لاسم الفاعل آثم. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، أهلها فاعل لاسم الفاعل الظالم. جاء حسن وجهه فاعل للصفة المشبهة. واضح بارك الله فيكم. إذن لما أعرف الفاعل بأنه الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، علي أن أفهم ما الذي يخرج بهذا التعريف وما الذي يشتمل عليه هذا التعريف. واضح أو غير واضح؟ قال هنا الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، نحو قام زيد يقوم عمرو، وهو على قسمين، ظاهر وهو ما دل على مسماه بلا قيد، مثل زيد ورجل، هذا ظاهر. وأما المضمر فهو ما يدل على مسماه بقيد. نعم تفضل. ما يدل على مسماه بقيد، ما هو هذا القيد؟ إما تكلم وإما خطاب وإما غياب. واضح؟ هذا الضمير، لأن الضمير ما دل على مسماه بقيد. فقال هنا كأنا وأنت وهو، فالظاهر نحو قولك قام زيد، فقام فعل ماض مبني على فتح ظاهر في آخره. أيوة، إيش نكمل الإعراب؟ لا محل له من الإعراب. قد درسنا من قبل أن الفعل الماضي لا محل له من الإعراب غالبا، كذلك الفعل الأمر، كذلك الحروف، صح؟ قال وزيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. التدقيق أن تقول زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ويقوم زيد فيقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وزيد فاعل مرفوع بالضمة. وقام الزيدان فقام فعل ماض والزيدان فاعل مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. إذن أعطاك مثال للمفرد ومثال آخر للمثنى. الآن سيعطيك مثال للجمع، تمام؟ قال وقام الزيدون، فقام فعل ماض والزيدون فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، تمام. ويقوم الزيدون فيقوم فعل مضارع والزيدون فاعله، تمام. وكأن المصنف ابن آجروم رحمه الله تعالى يريد أن يعطينا فائدة من هذا، وهي أن يقول لنا إن الفاعل إذا كان مثنى أو كان جمع مذكر سالم فإن بنية الفعل لا تتغير، فلا تدخل عليه علامة تثنية أو علامة جمع، فلا تقل قاما الزيدان،
قاموا الزيدون. بل بنية الفعل في المفرد كبنيتها مع المثنى كبنيتها مع جمع المذكر السالم، فتقول قام زيد، قام الزيدان، قام الزيدون، يقوم زيد، يقوم الزيدان، يقوم الزيدون. وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين مثنى أو جمع، ما مثاله يا ابن مالك؟ قال كفاز الشهداء، شهداء هذا جمع، فلا تقول فازوا الشهداء. طب لو قلت فازوا الشهداء، هذه لغة تسمى عند العرب لغة أكلوني البراغيث. كان الأصل أن يقول إيش؟ أكلني البراغيث. قال أكلوا، واو، أكلوني البراغيث. في الحقيقة هي لغة صحيحة ووردت في السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة. قال يتعاقبون، لم يقل يتعاقب، واضح، هي لغة صحيحة لكنها ليست مشهورة، فهم ولا لا؟ إذن كأن ابن آج الروم يريد أن يقول لنا إن اللغة المشهورة أن الفعل يجرد من علامة التثنية والجمع وإن أسند إلى فاعل مثنى أو فاعل مجموع. وعبر عن ذلك ابن مالك بما قلت لكم. إيش قلت لكم في بيت ابن مالك؟ وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. ها، سهل جدا هذا، سأعيده لكم 3 مرات ثم أنتم تعيدونه معا بصوت واحد. هذا مما يجوز أن يكون الصوت في جماعة، تمام، وقد يستحب، تمام. وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. بسم الله. وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. ممتاز، أحسنتم، جيد. إذن كأنه يريد أن يشير إلى هذه الفائدة لكن يعني من مكان خفي هكذا. ثم قال وقام الرجال، فالرجال جمع تكسير فاعل قام، ويقوم الرجال، فالرجال فاعل يقوم. وقامت هند، فقام فعل ماض، والتاء علامة التأنيث، وهند فاعله. وتقوم هند، فتقوم فعل مضارع، وهند فاعله. وقامت الهندان، فقام فعل ماض، والهندان فاعله. قال وتقوم الهندان، فتقوم فعل مضارع، والهندان فاعله، تمام. قال وقامت الهندات، فقام فعل ماض، والهندات فاعله، وهو جمع مؤنث سالم. وتقوم الهندات، فتقوم الهندات، تمام، فتقوم فعل مضارع، والهندات فاعله. وقامت الهنود، فقام فعل ماض، والهنود فاعله، وهو جمع هند، جمع تكسير. وتقوم الهنود، فتقوم فعل مضارع، والهنود فاعله. وقام أخوك، فقام فعل ماض، وأخوه فاعل مرفوع، أي وعلامة رفعه الواو، تمام، لأنه من الأسماء 5 وهو مضاف والكاف مضاف إليه. ويقوم أخوك، فيقوم فعل مضارع، وأخوك فاعله. وقام غلامي، فقام فعل ماض، وغلامي فاعله، مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وغلام مضاف، والياء ياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. قال مضاف إليه مبني على السكون في محل جر، بعضهم يقول بالإضافة، بعضهم يقول الجر بالمضاف، الخطب سهل، ما في مشكلة. ويقوم غلامي،
فيقوم فعل مضارع وغلام فاعله وما أشبه ذلك، وجملة ما ذكره 20 مثالا، 10 مع الماضي وعشرة مع المضارع وكلها مع الظاهر. هذا في الظاهر. طيب بقي إيش؟ المضمر، تمام، أو غير الظاهر، وهو ما دل على معناه لكن بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، تمام. قال: ولما قدم الكلام على الظاهر أخذ يتكلم على المضمر، وهو 12 ضميرا، 7 للحاضر و5 للغائب. قال: والمضمر نحو قولك ضربت بفتح الضاد وضم التاء للمتكلم، تمام، ضربت ليس ضربت، يعني هو يريد للمتكلم لأنه لو ضربت سيصبح للمخاطب. قال: وإعرابه ضرب فعل ماض. إعراب فعل ماض فقط، كيف نعرب إعرابا كاملا؟ ماذا نقول سيد محمد؟ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، تمام، مبني على الفتح المقدر، تمام، أو نقول فعل ماضي كما هو مشهور مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. قال: والتاء ضمير المتكلم فاعل مبني على الضم في محل رفع. وضربنا، ها أستاذ عبدان، ما إعراب ضربنا؟ أحسن، فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين، تمام، والناء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهذا الناء إما للمتكلم الذي يعظم نفسه أو للجمع. قال: وإعرابه ضرب فعل ماض وناء فاعله مبني على السكون في محل رفع. وضربت بفتح الضاد والتاء للمخاطب، وإعرابه ضرب فعل ماض والتاء ضمير المخاطب فاعل مبني على الفتح في محل رفع. وضربت بفتح الضاد وكسر التاء للمخاطبة، تمام. قال: وإعرابه ضرب فعل ماض والتاء ضمير المؤنث المخاطبة فاعل مبني على الكسر في محل رفع. وضربتما. قال: بفتح الضاد وضم التاء للمثنى المذكر والمؤنث، وإعرابه ضرب فعل ماض والتاء ضمير المخاطبين فاعل مبني على الضم في محل رفع، والميم حرف عماد، تمام، الميم حرف عماد، والألف حرف دال على التثنية، تمام. يقولون إن الألف تعتمد عليها، أي تعتمد على الميم. وضربتم بفتح الضاد وضم التاء لجمع الذكور المخاطبين، وإعرابه ضرب فعل ماض والتاء ضمير المخاطبين فاعل مبني على الضم في محل رفع، والميم علامة جمع الذكور. وضربتن بفتح الضاد وضم التاء لجمع الإناث المخاطبات، وإعرابه ضرب فعل ماض والتاء فاعل مبني على الضم في محل رفع، والنون علامة جمع الإناث المخاطبات. وهذه كلها أمثلة، أمثلة الحاضر، وأشار إلى أمثلة الغائب بقوله وضرب، أي من قولك مثلا زيد ضرب، وإعرابه زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، تمام، زيد ضرب، ضرب قال فاعل ما فعل ماض، تمام، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود على زيد. شوف شوف المثال إيش قال: زيد ضرب. لماذا لم يقل ضرب زيد؟ حينئذ سيكون ظاهرا، واضح ولا لا؟ قال: والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. وضربت بسكون التاء، هذه تاء التانيث الساكنة، أي من قولك هند ضربت، وإعرابه هند مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، وضرب فعل ماض والتاء علامة التأنيث. وهذا التأنيث يكون ذكر العلامة واجبا إذا كان المؤنث حقيقيا، تمام، ويكون جائزا إذا كان المؤنث مجازيا. تقول طلع الشمس، طلعت الشمس، لكن لا يصح أن تقول ضرب هند مثلا، تمام.
قال هنا: وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هي. لماذا جوازا؟ لأنه فعل ماض. قال: يعود على هند، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. وضرب للمثنى الغائب المذكر من قولك: الزيدان ضرب. وإعرابه: الزيدان مبتدأ مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وضرب فعل ماض، والألف مبني على السكون في محل رفع، والجملة خبر المبتدأ. وللمثنى الغائب المؤنث ضربتا، تقول: الهندان ضربتا. وإعرابه: الهندان مبتدأ مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، وضرب فعل ماض، والتاء علامة التأنيث، وحركت لالتقاء الساكنين، وكانت الحركة فتحة لمناسبة الألف، ضربتا حتى الفتحة تناسب الألف. والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة خبر مبتدأ. وضربوا لجمع الذكور الغائبين من قولك: مثلا الزيدون ضربوا. وإعرابه: الزيدون مبتدأ مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وضرب فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة. والواو فاعل مبني على السكون في محل رفع، والجملة خبر المبتدأ. وضربنا لجمع الإناث الغائبات من قولك: مثلا الهندات ضربنا. وإعرابه: الهندات مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، وضرب فعل ماض أي مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، والنون ضمير النسوة فاعل مبني على الفتح في محل رفع، والجملة خبر المبتدأ. والله سبحانه وتعالى أعلم. ومن محاسن المؤلف أنه تقريبا في كل درس يختم ذلك بقوله: والله سبحانه وتعالى أعلم. نقف فيه بعض الطول هذا، براحتكم نستمر، أنا ما عندي مشكلة. نقرأ هذا سهل هو. طيب: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله ويسمى نائب الفاعل. وتقدم قبل قليل أن التسمية بنائب الفاعل أولى من التسمية بالمفعول الذي لم يسمى فاعله. قال: وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فعله. يعني أن المفعول الذي لم يسمى فاعله المسمى أيضا نائب الفاعل هو المفعول الذي يقوم مقام فاعله في جميع أحكامه. وهذا شيء معتاد، أن المدير إذا سافر قام نائب المدير بجميع أعمال المدير، تمام، بحسب ما ينص لائحة النظام، تمام، لأن في أشياء يعني لابد من وجود المدير مهما كان، تمام. وكما يقوم الموكل مقام الوكيل مقام الموكل، صح؟ نعم. قال: بعد حذف الفاعل لغرض من الأغراض. فالفاعل قد يحذف لأنه مشهور، تمام، وقد يحذف الفاعل لأنه غير معلوم، أو لأنه يتنزه عن ذكره، واضح، لسبب من الأسباب. قال: كقوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. فالفاعل هنا معلوم، هو الله عز وجل، تمام. قال: الأصل وخلق الله الإنسان، برفع لفظ الجلالة على الفاعلية ونصب الإنسان على المفعولية، فحذف الفاعل وهو لفظ الجلالة للعلم به، مشهور، تمام. قال: فبقي الفعل محتاجا إلى ما يسند إليه، لأن الفعل كما قلت لك في بداية الدروس لو تذكر لا يستقل في تكوين الجملة، بل يحتاج إلى اسم. فالجملة إما من اسمين أو من اسم وفعل، واضح. فقال هنا: فبقي الفاعل محتاجا إلى ما يسند إليه، فأقيم المفعول به مقام الفاعل في الإسناد، فأعطي جميع أحكام الفاعل، تمام.
مثل هذه مثال هذه الأحكام. مثلا إذا كان مؤنثا فإنه يؤتى بتاء التأنيث، واضح؟ تقول مثلا قطعت الشجرة، تأتي بتاء التأنيث، مع أن الأصل أنه مفعول به، لكن لما ناب أعطي جميع الأحكام. تمام؟ كما أن الوكيل إذا ناب عن الموكل يعطى جميع الأحكام الفقهية. قال هنا فأعطي جميع أحكام الفاعل فصار المفعول مرفوعا بعد أن كان منصوبا. فالتبست، شوف هنا، فالتبست صورته بصورة الفاعل، يعني لما أعطيناه حكم الرفع مثلا، الآن مع صرنا ما نعرف هذا فاعل ولا نائب فاعل، قال ها حتى تعرف سوف نغير لك صيغة الفعل، فبدل ما يكون الفعل بصيغة فعل يصبح بصيغة فعل، بدل ما كان الفعل بصيغة يفعل يصبح بصيغة يفعل، واضح؟ أيوة. قال فالتبست صورته بصورة الفاعل فاحتيج إلى تمييز أحدهما عن الآخر، بحيث إذا سمع لفظ الفعل يعلم أن ما بعده فاعل أو نائب عن الفاعل، فبقي الفعل مع الفاعل على صورته الأصلية وغير مع نائبه، ثم بين كيفية تغيير الفعل بقوله فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، نحو وخلق الإنسان ضعيفا، وإعرابه خلق فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله. تمام؟ وإن شئت قلت مبني للمجهول لأن الفاعل مجهول، وهو بمعنى ما قبله، والإنسان نائب نائب الفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، وضعيف حال من الإنسان أي من نائب الفاعل. قال وإن كان الفعل مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، نحو يضرب زيد بضم الأول وفتح الراء التي قبل آخره، وإعرابه يضرب فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله، وإن شئت قلت مبني للمجهول، وهو بمعنى ما قبله، وزيد نائب الفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. ثم قال وهو أي نائب الفاعل على قسمين، ظاهر ومضمر، كما تقدم نظيره في الفاعل، فالظاهر نحو قولك ضرب بضم أوله وكسر الراء التي قبل آخره زيد، فإذا قلت ضرب زيد تقول في إعرابه ضرب فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، وزيد نائب الفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. ثم قال ويضرب إلى آخر ما قاله في الفصل، نظير ما تقدم قراءته في الفاعل، فلا حاجة أن نعيد قراءته لأنه واضح غني عن الشرح. نكون بهذا انتهينا من اثنين من المرفوعات، هما الفاعل ونائب الفاعل. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.